اتفضل معايا. بس يعطيك العافية. بعد التوافق اللي صار في آخر جلسة مع هيئة التنسيق على إجراء الامتحانات الرسمية واللي صارت على تقريبا بنهاية الامتحانات الشهادة المتوسطة اليوم آخر نهار، واليوم بلشنا بامتحانات التعليم المهني والتقني، وبكره بنبلش بامتحانات شهادة الثانوية الشهادة الرسمية للتعليم الثانوي. اليوم اجتمعنا لحتى نقيم اللي صار ونحكي بشو بدنا كيف بدنا نتصرف بالمرحلة اللي جاية قبل موعد جلسة مجلس النواب لإقرار السلسلة يوم الخميس. أول شيء حبيت اليوم أنه نجتمع لحتى نرجع نأكد على مطالب الأساتذة وعلى موضوع إقرار السلسلة وفق المطالب اللي هن عم يطالبوها صار لهم 3 سنين. وبدي أقول أنه الامتحانات اللي صارت اللي هي أنا اعتبرتها نصر للأساتذة ولهيئة التنسيق وللطلاب وللوزارة، لأنه هي كانت للمصلحة الوطنية، وأثبتت الوزارة والأساتذة والطلاب أنه بالنتيجة حرصنا على التعليم هو اللي خلى التوافق يصير، وهو اللي ريح العالم وخلى الامتحانات تصير بالطريقة اللي عم تصير فيها، والأجواء كلكم نقلتوها عبر كل وسائل الإعلام والارتياح اللي هالشيء أدى له عند الأهل وعند التونس. أما المطالب اللي بعدها عالة واللي بدي أحكي عنها اليوم، واللي هي أنا دايماً قلت مطالب محقة، وأنا دايماً كنت من أول يوم ولتاريخ النهار ورح ضلني صوت الأساتذة ورح ضلني طالب بكل حقوقهم اللي واقف اليوم من 3 سنين بموضوع السلسلة. هيدي الحقوق صار من الضروري اليوم انه تنعطى بالسلسله باسرع وقت، لانه كل شيء ممكن يعطوها الاساتذه عطيه. اتفقنا نحن وياهم على انهاء العام الدراسي واجراء الامتحانات، وبالفعل لبوا وانهوا العام الدراسي حرصا منهم على مصلحه الطلاب وعلى مصلحه التربيه بشكل عام. ورجعنا اختلفنا على آلية إجراء الامتحانات، ولكن ضمناً فيي لكم أنه هن والوزير والكل كنا دايماً حريصين أنه نجري تصير في امتحانات وما نلغي الشهادة أو نعطي إفادات. بالنتيجة رجعنا من بعد ما صارت الجلسة ومن بعد ما طار النصاب وما صار في إقرار للسلسلة بطريقة أو بأخرى فهمنا وتوافقنا على إكمال إجراء الامتحانات للتاريخ اللي نحن فيه اليوم. بس اللي بدي وضحه للمرة الثالثة أو الرابعة ليكون واضح عند كل العالم، اللي هو موضوع تصحيح الامتحانات وإصدار النتائج. هذا الموضوع مختلف تماماً عن كل الإجراءات اللي أخذناها بالماضي وعن كل القرارات اللي أخذها وزير التربية بإنهاء عام دراسي أو إجراء امتحانات. هذا الموضوع بدي أرجع أكد وأقول مش ممكن ولا يمكن نقدر نصحح امتحانات ولا بشكل من الأشكال بدون موافقة هيئة التنسيق. أنا قلت بالماضي ما عندي النية، وارجع بقولها، ولا عندي القدرة، ولا رح حاول التف على هذا الموضوع لنعمل محاولة لتصحيح الامتحانات بدون ما يكون في موافقة من هيئة التنسيق، لأنه الأمر كتير سهل. في عنا اليوم حوالي 1,050,000 مسابقة بدهم تصحيح بالامتحانات الرسمية بشقايا، وفي عنا حوالي 350,000 مسابقة بدهم تصحيح بالتعليم المهني والتقني، يعني 1,400,000 مسابقة. وكل مسابقة بده يصلحوها استزان وبده يرجع يشوف المدرب، يكشف عليها مدرب، يعني في 3 أشخاص
بدهم يتطلعوا، بدهم يصلحوا، بدهم يراقبوا ويدققوا بكل مسابقة. يعني من المستحيل أنه نقدر نمشي بتصحيح امتحانات إذا ما صار في توافق، وإذا ما صار في إقرار للسلسلة حسب ما عم بسمع واللي عم يقرروا بهيئة التنسيق. أنا رح كون موجود معهم بقراراتهم، إذا قرروا يصلحوا الامتحانات أنا رح كون حدهم، وإذا قرروا يقاطعوا تصحيح الامتحانات أنا رح كون حدهم. لأنه وقت حكيت على التوازن بين الطلاب وبين الأساتذة أنا كنت بعنيها. أي ضغط اليوم أو أي محاولة، وأنا عم بقولكم سلف بتكون محاولة فاشلة إذا بدنا نمشي فيها، لا تصحيح امتحانات كون عم حاول أضغط على الأساتذة ويبطل فيها التوازن اللي أنا حكيت عنه موجود بين الأهل وبين الطلاب بالمال وبين الأساتذة بالتالي. اليوم الموقف اللي نحن فيه والأساتذة هن فيه أقوى بكتير للموقف اللي كنا فيه قبل. اليوم كلنا بالتحديد وعم نطالب بهالحقوق. بتأمل أنه خلال هالثلاث أيام اللي باقيين نقدر نتوصل لتفاهم مع كل المعنيين لحتى يصير في إقرار للسلسلة. أنا ما بخفي عليكم أنه الاتصالات عم بتصير حتى بهاللحظة، وأنا شخصياً اليوم اجتمعت مع دولة رئيس مجلس الوزراء واتصلت مع رئيس سنيورا، وصباحاً كنت اجتمعت مع الجنرال عون، وهلأ بدي أتواصل مع رئيس بري لحتى أرجع أكد مطالب الأساتذة. وبعرف أنه زميلنا الأستاذ إبراهيم كنعان عم بيقوم بجولات حالياً مع دكتور جمال جراح وست بهية الحريري وكل الأفريقة المعنيين بهذا الموضوع عم تشتغل ليلة نهار. أنا مبارح كمان تواصلت مع معالي وزير المالية اللي هو كمان أكد على استعداد وزارة المالية للمرة الثانية والثالثة والرابعة لحتى يزودنا بكل المعلومات اللي نحن بحاجة لها بموضوع تمويل السلسلة وموضوع الإيرادات. أنا سبق وقلت أنه معالي الوزير جاوبنا على كل شيء طلبناه منه خلال الاجتماعات اللي كانت عم بتصير الأسبوع الماضي، وهو على استعداد ليرجع يزودنا بأي معلومات نحن بحاجة لها. اليوم أنا تواصلت على التليفون قبل ما نبلش الاجتماع مع دولة الرئيس سنيورا، وراح انقلكم بالوقائع بعض الكلمات اللي هو استعملها وقال لي اياها على التليفون وانا لقيتها ملفتة. قال لي الرئيس سنيورا انه بعد كل اللي صار بموضوع السلسلة بيكون هناك ظلامة اذا ما بنعطي سلسلة. هيدا موضوع ملفت ومشجع، ولكن هو ملتزم حسب ما قال لي بإقرار سلسلة، بس تكون سلسلة عادلة ومبالغها محمولة وإيراداتها مؤمنة. وبعتقد هيدا المنطق ما رح نختلف عليه. نحن بنفهم العدالة بتنعطى وقت الحقوق توصل لأصحابها، وبنفهم أنه المبالغ تكون محمولة لنقدر نعطيهم شيك يكون فيه رصيد، والإيرادات مؤمنة لنقدر نمول هالسلسلة. المصطلحات الثلاثة اللي استعملها الرئيس سنيورا هي بمحلها، ونحن بنتفهمها وبنتأمل أنه نقدر نتوصل بهالثلاث أيام اللي جايين على إقرار للسلسلة. وأكثر من هيك سألته إذا نحن ممكن ننهي هالموضوع يوم الخميس، قال لي عم نشتغل ليل نهار، إذا قدرنا نقرى الجمعة من قرى، الخميس من قرى، إذا خلصت الأربعة من قرى يوم الأربعة. النقاش مستمر. وقال لي كمان نحن ما عدنا موضوعنا إذا نريد أو لا نريد سلسلة، نحن صرنا كلنا نريد سلسلة، ولكن كيف بدها تكون السلسلة وفق المبادئ اللي حكيت عنها بالسابق. هيدا كل شيء في يقوله لحد هاللحظة على موضوع السلسلة. في يقول أنه اليوم كمان باجتماعي مع دولة الرئيس تمام سلام عرفت أنه في صار تفاهم معين صار مع الوزير جبران باسيل الصبح، وفي تطمينات من قبل دولة الرئيس تمام سلام،
وهالتطمينات هي بتبشر أنه حل أزمة كنا واعين فيها بمجلس الوزراء. حكى الوزير باسيل امبارح كلام بموضوع صلاحية رئيس الحكومة، وقال نحن مش مختلفين ولا حدا عنده شك بشو هي صلاحية رئيس الحكومة، ولكن نحن عنا مخاوف، وبما أنه ما في رئيس الجمهورية ما فينا نشتغل، استعمل عبارة business as usual، ولا نحن عم نطلب يكون في عنا حكومة تصريف أعمال. هيدا الكلام رجع أكده اليوم دولة الرئيس تمام سلام من بعد ما صار فيها التواصل الصبح بينه وبين معالي الوزير جبران باسيل. أنا أخذت منه بشائر خير، وبتمنى الأسبوع الجاي أو هيدا الأسبوع نشوف جلسة لمجلس وزراء. ووعدني دولة الرئيس تمام سلام أكد أنه موضوع الأساتذة بالجامعة اللبنانية والتفرغ وموضوع إقرار مجلس الجامعة راح يكونوا من أولى أولويات هالجلسة. أنا بتشكركم، وهلأ بدي أشوف ارتفقت مع الأستاذ حنا غريب أنه اليوم نحكي، بس نكون شوي أعصابنا رايقة لأنه الجو بلش يبلش إيجابي. قال لي عم تطلب مني شيء مستحيل، راح نشوف. تعجيز بقى هيئته اليوم بده يحكي، عنده شيء يقوله أو ما بعرف، النقيب كمان عنده شيء، نشوف. نعطي الكلام للأستاذ حنا غريب لحتى نسمع وجهة نظره. بعد الشيء اللي تفضل فيه معالي الوزير، هنكفي من محل ما انتهى معالي الوزير. أول شيء زيارتنا لهون عند معالي هو لنقدم كتاب باسم هيئة التنسيق النقابية حول كيف بدها تكون السلسلة. يعني السؤال اللي عمالي بيتناقش هلأ بموضوع الاتصالات بين المسؤولين حول السلسلة، هيئة التنسيق النقابية عم تقدم جواب لمعالي وقدمته بكتاب خطي. بيتناول هالكتاب الخطي مجموعة من الثوابت حول كيفية الحفاظ على العدالة وعلى الحقوق في جداول أرقام سلسلة الرتب والرواتب. وهالكتاب هذا بيتضمن مجموعة من النقاط والثوابت. أولها نرجع نعيد التأكيد أنه بدنا السلسلة اللي تضمن الحقوق، مش السلسلة اللي بتضرب الحقوق بحجة إيرادات وتوازنات ومصطلحات تستخدم حتى ما تنعطى الحقوق. لا، نحن مجددا عم تسمعوا بوسائل الإعلام حكي عن تقسيط، حكي عن تخفيض، حكي عن تجزئة، وكل المفردات عم ترجع تستحضر من جديد. نحن عم نقول عملنا اتفاقات، ما في لزوم نرجع مرة تانية نكرر من حوار لاتفاق ولاتفاق ونرجع على نقطة الصفر. في اشياء مبتت، في اشياء مبتت، وهي انه الكل سوا معترف انه التضخم 121%، وبالتالي حقوق موظفي الدولة المتراكمة منذ عام 1996 لتاريخه هي 121%. نحن اللي عم نطالب فيه على سلاسل رواتب 1/1/96 و 717/98، يعني سنة 98 كمان يجري احتساب زيادة 121%، وعلى قاعدة أن تحسم من 121% مجمل الزيادات التي صرفت للموظفين عام 2008 وعام 2012. هولي نحن بنعتبرهم وصلوا لقلنا سموهن يحسموا من أصل 121% شو ما كانوا يكونوا، ويكلف ويبتوا الزيادة المتبقية شو ما كانت تكون.
80 90 75 حسب سلم الرواتب والجداول اللي وصلت لها الفئات. هذه أول نقطة. وبالتالي في اتفاق تاني كان حاصل، لأنه الحكم استمرار، هو الموضوع المفعول الرجعي. المفعول الرجعي من 1/7/2012، نحن من سنتين وقفنا مقاطعة أسس التصحيح للتصحيح، لأنه على هالطاولة كانت كل الكتل، أغلبية الكتل الممثلة في حكومة الرئيس ميقاتي، وقتها ضربت إيدها على هالطاولة هون وقالت هذا الاتفاق نافذ، نافذ طلع نافذ علينا ومش نافذ عليهم. وبعدنا لحد هلأ بعد 3 سنين عم نرجع نعيد الكرة من جديد، عم نقول الحكم استمرار، في هيبة للدولة، وقت اللي بتقعد نقابات مع مسؤولين وبيتفقوا لازم الاتفاق يتنفذ. فنحن متمسكين بهذا الاتفاق من 1/7/2012 بما فيه عدم التقسيط. النقطة الثالثة اللي نحن عم نركز عليها انه ما بيجوز التمييز بين القطاعات. يعني لما بينعطى قطاع مثل الجامعة، أساتذة الجامعة او القضاة، بينعطوا نسب مئوية من الزيادات لقاء هالتضخم، ما بيسوى يصير في تمييز. هذه بالاتفاقيات الدولية، هذه مخالفة للاتفاقيات الدولية عدم التمييز، خاصة أنه هذا غلاء معيشي. فإذا 121 121، وبالتالي المساواة أعطى نسبة زيادة واحدة للكل بما يضمن الحقوق. بعدين فيما يتعلق بموضوع الحقوق المكتسبة، كل القطاع سواء كانت تعليمية ولا إدارية أن يجري الحفاظ على الحقوق المكتسبة وعلى خصوصية كل قطاع من القطاعات، انطلاقا من المبدأ اللي بيقول لا عمل بدون أجر. وبالتالي في حقوق مكتسبة عمرها 50 سنة للأساتذة للمعلمين أن يجري الحفاظ عليها شو ما كانت نسبتها. ثلاثة، أن تعطى نسبة درجة، أن تكون نسبة الدرجة من أساس الراتب واحدة بين كل القطاعات على كل السلاسل ومن دون استثناء، وأن تكون أيضا المعايير علمية وموضوعية وعادلة وثابتة بالفوارق بين الفئات الوظيفية. هذا تقريبا الأشياء المتعلقة بالجداول. في الأشياء المتعلقة بالنصوص وبالمواد القانونية الواردة في مشروع السلسلة، وهي حقوق المتقاعدين، حقوق المتعاقدين، حقوق الأجرة والمياومين والعاملين بالفاتورة وبالساعة. هؤلاء الزملاء نحن وياهم على فرض ظلامي، وهن مظلومين أكثر منا. نحن منطالب ومنأكد أن يعطوا نفس نسبة الزيادة اللي بدهم ياخدوها اللي هن بالملاك. هذه فيما يتعلق بالجداول. فيما يتعلق بالبنود المرتبطة بالتعاقد الوظيفي، نحن منرجع منأكد بدل ما يوقفوا باب التوظيف يفتحوا باب التوظيف، يفتحوا لباب التوظيف، وأنه يصير فيه نوع من استقرار وظيفي بهذا الموضوع، وما ينضاف ضرائب، يفرض ضرائب على الفقراء وخاصة التابعه، وخاصة تبقى وادي حكيناها مع معالي الوزير. هذا الشيء اللي نحن بمضمون الورقة والمذكرة حطيناه. فيما يتعلق بملف الاتصالات، معالي الوزير حيعمل اتصالات مع الكتل والمسؤولين من جهته. نحن كهيئة تنسيق نقابية على تواصل مع معالي الوزير بهذا الملف، وحتجتمع هيئة تنسيق نقابية بكرة ساعة 3 بتناقش، تأخذ موقف فيما يتعلق بكيفية متابعة هذا الملف في المرتبط بموضوع الاتصالات، وبدنا نطلع هذا الموضوع من الاستقطابات السياسية. نحن هيئة التنسيق النقابية بدنا حقوقنا، ما بدنا شيء تاني، بدنا نطلعها من هالملف.
أما فيما يتعلق بموضوع الموقف من التصحيح وأسس التصحيح والمقاطعة، برجع بأكد هيئة تنسيق النقابية على موقفها، كانت أم الصبي وبعدها أم الصبي، للأهالي للتلاميذ للشعب اللبناني كله. لو ما كانت هيئة تنسيق النقابية حريصة وعندها هالمصداقية وعندها الالتزام الوطني وهذا الاستحقاق التربوي والوطني اللي اسمه الامتحانات، ما بقيت 3 سنين هي عم تتحرك بالشوارع، وبعد لحد هلأ كل الناس بتاخد حقوقها، وهيئة التنسيق النقابية بعد لحد هلأ ما قدرت تاخد حقوقها فيما يتعلق بالسلسلة. أنا اللي بدي أتمنى وأطلق هالصرخة لكل الكتل النيابية من دون استثناء ب 19 جلسة 19 الشهر الجاري، أتمنى عليهم أطلب منهم من دون استثناء وبدون أطلب من الكل سوا ينزلوا ويحضروا الجلسة وما يغيبوا، يصوتوا على حقوقنا، يحفظوا حقوقنا وما يغيبوا، لأنه هذا الموضوع ما بقى يحتمل عند هيئة التنسيق النقابية وعند ألوف الناس. في صحيح 100,000 طالب بده شهادته، بس في 1,000,000 إنسان عم يأكل ويشرب من هالسلسلة. نتمنى عليهم، منطالبهم، ومنحملهم مسؤولية إذا غيبوا بهذا الموضوع، لأنه بكفي هذا الملف يضلوا مجرجع. نحن على موقفنا مستمرين بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى إقرار الحقوق في السلسلة. قبل الأسئلة بس النقيب بده يحكي. دي أنا ما بعد ما شرح أستاذ حنا الموقف متكامل، أنا في ثلاث شغلات بدي أقوله. أول شغلة بدي أقول للطلاب والأهالي إنه المعلمين عطوا كل شيء عنده خلال 3 سنين. المعلمين عطوا كل شيء عنده خلال 3 سنين. يعني ما في شغلة بنملكها من وسيلة لنتحرك فيها، من اجتماعات مع المسؤولين، من نزل للشارع، من اعتصامات، من اضرابات، إلا وقمنا فيها. وضيعنا مئات الساعات من اجتماعات مع المسؤولين والحكومات واللجان الوزارية والنيابية، يعني كل شيء عنا عملناه، ما بقى عنا وسيلة إلا هالشيء اللي اتفق احنا معالي الوزير عليه. نأمل بناء على هالشيء هيدا، ولأننا ضامنين أن طلابنا ياخذوا شهاداتنا بأسرع وقت ممكن ليروحوا على جامعاتهم، وناس في عندهم بورس بدهم يسافروا، وهذا الموضوع بيقرق، يعني عم يقلقنا مثل ما عم يقلق الأهالي. فنحن مش أنه ما عم نفكر بهذا الموضوع. نأمل من كل الكتل السياسية أنه يوم الخميس يكون نهاية لهذا المسلسل المكسيكي اللي له 3 سنين. نأمل من الكل ينزلوا ويتعاطوا مثل ما سمعنا منهم مع موضوع السلسلة كحدث استثنائي، ونحن نتفهم هواجس بعض الكتل السياسية بموقع رئيس الجمهورية وموضوع الميثاقية، بس هني صرحوا انه احنا مستعدين ننزل على جلسة ونتعاطى مع السلسلة كحدث استثنائي. نعمل منون النزول والتعاطي مع هذا الموضوع حدث استثنائي لنريح بعدين الطلاب والامتحانات والعام الدراسي القادم. وشغلي الأخيرة اللي بدي أقوله وهي الأهم، انه يعني مطلوب من الطبقة السياسية ببلد تشوف ما يجري حوالينا بالمنطقة العربية. اللي عم يجري خطير جدا. وقت اللي بيقدروا هالسياسيين المسؤولين بالبلد بيريحوا الوضع الاقتصادي الاجتماعي بلبنان، بيكونوا عم يساهموا بانه هيدا البلد شوي نحيدوا عما يجري بالمنطقه، ما نزيد شراره جديده على الواقع اللبناني. بيكفينا التأزم السياسي، بيكفينا الوضع الامني، بيكفينا ما يجري اقليميا، خلينا الوضع الاقتصادي الاجتماعي نريحوا، نحل الموضوع السلسلي، ونحن نروح نحل موضوع التصحيح بأسرع وقت ممكن نحن ومعالي الوزير. وأنا هون بدي أقول نحن هيئة تنسيق نقابية، هيدي الوزارة مثل ما قال معالي من فترة، هي وزارة للمعلمين، ونحن ما هدفنا يعني أنه نشتبك لا نحن ومعالي ولا نحن والوزارة، بالعكس نحن بمحل واحد، نحن حرصوا على أنه الطلاب ياخذوا الشهادة بأسرع وقت ممكن من قدروا، ونحن ويمكن فين هالمعركة بها اليومين. نأمل انه يوم الخميس ينتهي هذا المسلسل، معالي يقوم بشغله الحقيقي، ونحن نروح نقوم بشغلنا الحقيقي. نحن شغلنا تربوي بصفوف ومع الطلاب، قلنا 3 سنين مشارع، طلعونا مشارع، انقذوا البلد.
أنا أول شيء هيئة التنسيق بهمها شغلة أساسية اللي هي المساواة بنسبة الزيادة. كل الناس تأخذ مثل بعض. كل الناس تأخذ مثل بعض. بما يضمن الحقوق. ولكن إذا الإيرادات وهن منهم بعيد عن الواقع، إذا الإيرادات ما بتسمح بدو يتعاملوا كل العالم مثل بعضهم. هيدي الفكرة. يعني كل العالم إذا عم ننزل 10% أو 6% أو 12% بدها تتعامل كل العالم مثل بعضها. هيدي الفكرة اللي انطرحت، وهيدي الفكرة حتى بمكتب دولة الرئيس بري بمجلس النيابة حكي فيها مع رئيس الحكومة ومع رئيس سنيورا ومع ست بهية. هيدا الموضوع عم يتداول صار، والأرقام هي اللي بتقول قديش بيتخفض إذا لازم يتخفض الأرقام، لأنه نحن هيدا علم آخر شيء. صرنا نحن عم نحكي وقائع وعلم. المهم 10% بدك تشيليه من شو؟ من أي سلسلة بدك تشيليه؟ من أي سلسلة بدك تشيلي 10%؟ ما في 6-7 سلاسل بالبلد صار. من أي سلسلة؟ أنا بعدين نحكي بالسلاسل. نحن ضد التخفيض وضد التقسيط بالمذكرة محطوطة. هدى هدى والتجزئة بعد بصراحة كله هيدا عم ينحكى، بس بالحقيقة ما في شيء منه تنقدر نناقشه بعد لما ينطرحوا. مثل ما سمعتي هيئة التنسيق اجتماعاتهم مفتوحة، لما ينحكى بشيء جدي بيعملوا اجتماعهم وبيبنوا على الشيء مقتضى. هم يقرروا مع الوزير، هم يقرروا، نحن مواقفنا واضحة وهم بيقرروا بيتحملوا مسؤولية قرارهم. نحن حكينا بالمبادئ، حكينا بالمبادئ، كله بيعتمد على التوازن بين الإيرادات والإنفاق، لأنه هن بيعرفوا أنه ما فينا نوعدهم بشي مش قادرين ندفعه. بس أنا اللي فهمته من معالي وزير المالية أنه الأرقام صارت قريبة، واللي فهمته أنا مثل ما قلت قبل من الرئيس سنيورا أنه طالما في توازن ما في اعتراض، طالما هالأمور البنود الثلاثة اللي حكيتها بالأساس موجودة. يعطيكم ألف عافية وشكرا. حقوق ثم الحقوق ثم الحقوق. شفتوا شي مرة؟ شفتوا شي مرة؟ التخفيض ولا للتجزئة؟ شفتوا حنعطيكم اياها. شفتوا شي مرة؟ هالقد هادئين وعم يحكوا براوات. حنعطيكم اياها.